وللمزيد من التوضيحات حول قرب انطلاق عملية التلقيح على الصعيد الوطني معنا من فاس مفادنا أنور لكحل. أنور أهلا بك، هل لك أن تضعنا في صورة الاستعدادات لانطلاق التلقيح بهذه الجهة؟ أهلا بك لينا، نتواجد الآن بأحد مراكز التلقيح بمدينة فاس لنقف على آخر الترتيبات واللبسات الأخيرة قبيل إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 التي سيعطي انطلاقتها الفعلية الملك محمد السادس هذا اليوم. وللمزيد من التفاصيل والتوضيحات معي هنا مباشرة من مركز التلقيح بمدينة فاس المدير الجهوي للصحة بجهة فاس بكناسة الدكتور المهدي البلوطي. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا. بداية دكتور، كما جاء في بلاغة الديوان الملكي أن العملية سوف تكون اليوم، سيعطي الملك محمد السادس انطلاقتها، بعد ذلك متى ستكون انطلاق العملية الفعلية للتلقيح لباقي المواطنين؟ بالفعل فمن خلال بلاغ الديوان الملكي فصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله غادي يعطي الانطلاقة الرسمية اليوم، فبعد ذلك فاحنا مستعدين وجاهزين باش تكون الانطلاقة الفعلية. فالأطر الصحية، نقاط مراكز التلقيح، اللوجيستيك، كل شيء موضوع الإشارة، فاحنا مستعدين باش تكون الانطلاقة غدا إن شاء الله. الدكتور بلوطي، غدا إن شاء الله ما هي الفئات التي سوف تستفيد من هذه العملية؟ كيف كيعرف الجميع فهناك مراحل، أربع مراحل، فمن خلال المرحلة الأولى غادي تكون هناك الأطور والصفوف الأمامية، يعني رجال الصحة والقطاعات الأخرى، فرجال الصحة أكثر من 40 سنة والقطاعات الأخرى أكثر من 45 سنة، كذلك هناك اللي عندهم هشاشة صحية وعندهم واحد السن كيتجاوز 75 سنة. دكتور، توزيع جرعات اللقاح عبر عملات والأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس، هل سوف يخضع لمعيار الكثافة السكانية أم للخريطة الوبائية أم أن هناك معايير أخرى سوف تعتمدونها؟ يعني هناك معايير، يعني خدينا واحد الخريطة الوبائية، كذلك خدينا العدد اللي كيتواجد في هذه الصفوف الأمامية، كذلك الهشاشة الصحية عند الناس، فخدينا هذا كلهم هذه المعايير وخرجنا بواحد النسبة اللي يمكن لا تستفد في هذه المرحلة الأولى. دكتور، تقريبا المدة الزمنية التي سوف يأخذها مجمل مراحل التلقيح كم سوف تبلغ بتقديرك؟ يعني الا خدينا اربعه المراحل وكل مرحله غادي تكون فيها تقريبا واحد اربعه الاسابيع في الحساب باين، يعني اربعه، يعني تقريبا واحد اربعه اشهر، يعني خصنا يعني في هذه المده كامله خصنا نلقحوا يعني انه الساكن اكثر من 17 سنه باش يمكننا نوصل لواحد النسبه ديال 80% من الساكنه المغاربه اللي يكونوا كلهم ملقحين باش نوصل لذاك المناعه الجماعيه باش يمكننا نرجعوا للحياه العاديه ديالنا، لانه في حق هذا الوباء طول، ويعني انه المغاربه صبروا والحمد لله مجيء هذا التلقيح، لانه ماشي سهل باش يوصل التلقيح للمغرب، فالحمد لله كلنا خصنا نخرطوا انه المغاربه يلتزموا بالمواعيد ديالهم، يجيو بكثافه لمراكز التلقيح باش ننجحوا هذه العمليه ان شاء الله. دكتور، سؤال اخير، الحاله الوبائيه في فاس بنظرك هل هي تحت السيطره؟ وبدء عمليه التلقيح بالغد هل هي مؤشر خير؟ وفي الحقيقة يعني ماشي غير جهة فاس مكناس ولكن المغرب كله احنا محظوظين، لأن العملية ديال التلقيح تبدا في هاد الوقت هذا، والمغرب كيعرف واحد يعني واحد الوضع وبائي مستقر ومطمئن جدا، يعني أنه تحت السيطرة، فهاد التلقيح غادي يمكننا نعزو هاد المكتسبات اللي وصلنا لها ونرجعوا للحياة العادية إن شاء الله. دكتور المهدي البلوطي المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، وعودة إليك في الاستوديو الزميلة لينا. مفادنا أنور لكحل إلى فاس، وشكرا جزيلا لك ولضيفك الدكتور المهدي البلوطي.